السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وحصاد يوم مهم جدا، يعني حصاد يوم مهم للغاية. أطلقت عليه في العنوان حصاد اليوم التاريخي للأهل فرادس وردود أفعال هدف شريف المخيف. إيه اللي حصل وماذا حدث بعد نهاية المباراة؟ طبعا التغطية مش عايزين نكرر اللي قلناه، ولكن ماذا حدث بعد نهاية المباراة؟ طبعا احنا النهاردة فجر الأحد الموافق 16 من يونيو 2021، من 20 يونيو 2021، ومن منطقة أو من فندقنا اللي احنا قاعدين فيه مرادي جمرت. أحييكم ومعي الزميل والصديق العزيز الأستاذ بلال السيسي، مراسل تلفزيون 24 وموقع 24، هذه المؤسسة الإعلامية المحترمة القاهرة 24. وأتمنى أن يكون الشغل اللي اتعمل مرضي لحضراتكم من جميع الوجوه. فعايز أبعت تحية قبل ما أرحب ببلال بكل الزملاء في تحيا مصر، وحييكم من على صفحة تحيا مصر ومن على قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، صديقي عمرو الديب رئيس التحرير وعلي نصير وكل أفراد القسم الرياضي. كمان عايز أبعت تحية خاصة لصديقي العزيز محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24 وتلفزيون القاهرة 24، والصديق العزيز محمد مهدي رئيس القسم الرياضي في القاهرة 24 وتلفزيون القاهرة 24. وأرحب حبيبي وصاحبي بلال السيسي، أهلا وسهلا يا بل ومنور الدنيا. أهلا بك أستاذ عبد الناصر، وأهلا بكل مشاهديكم ومتابعيك عبر قنواتك وصفحاتك المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني والله يا أستاذ عبد الناصر واحد مبسوط أنا موجود مع حضرتك دلوقتي، يعني وكنا شاهدين على يوم عصيب ويوم عصير، وشاهدين على يعني على تغطية من منذ الأيام الماضية، تغطية مميزة سواء عبر القرار 24 أو عبر صفحاتك على مواقع التواصل المجتمعي وعبر موقع تحيا مصر. بص يا بيلي، خلينا ندردش. يمكن انا قلت اطلع معاك نختم اليوم يعني في رسالة حب ومودة، ان طبعا الناس بتتكامل ولا تتباعد، وانا سعيد بتجربة القاهرة 24 زي ما انا سعيد بتجربة تحيا مصر، وشايف يعني بسم الله ما شاء الله الناس بتفكر برا الصندوق، وان الموقع يبعت مراسل يغطي مثل هكذا حدث، وتكون يعني انت المراسل الوحيد اللي جاي هنا من موقع كبير زي القاهرة 24، وانا متواجد من موقع كبير زي تحيا مصر. شايف اني في تصميم من الناس على منافسه شريفه وشكل محترم، وانت عامل شغل اكثر من هايل. ربنا يخليك يا ريس، يعني بعد ما عندكم طبعا، يعني انا بوجه الشكر من خلال قنواتك ومن خلال صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه لمحمود المملوك، طبعا استاذي طبعا محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهره 24، يعني واخويا محمد مهدي، يعني ده مش مجرد رئيس قسم، لا ده اخويا فعلا بمعنى الكلمه. مهدي يعني من الشخصيات اللي هي مش هقول اللي هو صديق، لا هو اخ بمعنى الكلمه، تربطني بيه علاقات كبيره جدا. ويعني وطبعا استاذ عصام شلتوت مستشار التحرير، طبعا يعني استاذ عصام شلتوت طبعا له مني كل التحيه والاحترام. يعني زي ما انت حضرتك قلت كده استاذ عبد الناصر، يعني في وجوه شابه، في ناس جديده داخله، في ناس جديده عايزه تقدم حاجه، في ناس جديده عايزه تقدم حاجه مختلفه. يعني ده شفناه عندنا في تجربه القرار 24، ودلوقتي ابتدت تجربه تحيا مصر يعني تسير على نفس الخطى بشخص شاب محترم علي المصير. يعني انت حضرتك جيت عليك كمستشار للقسم او مستشار للتحرير للمكان، طبعا حضرتك اسم كبير هضيف للمكان بكل تاكيد، هو مكان جاي بشكل كبير جدا وفي مجموعه مميزه جدا من الشباب على راسهم طبعا علي المصير.
زي ما حضرتك قلت يعني احنا ناس تكاملنا في الرحله دي، عملنا شغل انت بما لا يضر بمكانك ولا يضر بمكاني، الحمد لله رب العالمين، وقدرنا ان احنا نقدم حاجه مميزه ورغم المضايقات الكتيره جدا اللي تعرضنا لها خلال الرحله. يمكن الناس هي اهمها، يعني الناس بتشوف الصوره لكن ما بتشوفش كواليس الصوره. انا بقى اسيب لك الكواليس دي انت تحكي فيها شويه.